يعني كلنا بننتظر انه الربيع يأتي، وبتبقى مرحلة خارجين من الشتاء داخلين على الربيع، ولكن بيبقى فيه منغصات واحنا داخلين على فصل الربيع، منها الخمسين، خصوصا للي عندهم امراض صدرية او امراض حساسية، جيوب انفية وغيره. النهاردة هنشوف نحمي نفسنا ازاي قدر المستطاع في هذه الفترة مع دكتورة اسماء حسن، مدير قسم الطوارئ مستشفى الصدر بالعباسية. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. طبعا هيك تخصصك صدر، ولكن إحنا بيبقى عندنا مشكلات كتير، حتى بنستضيف كتير دكاترة عيون، لأنه كمان بيبقى فيه مشكلة خاصة بالعيون، بيبقى فيه حساسية للعيون وللصدر، ولكن النهاردة هنتناول حساسية الصدر وغيره. خلينا نعرف إيه اللي بيحصل بقى في هذه الفترة في بعض الأمراض اللي بتبقى موجودة والشخص متعايش معاها، ولكن يتعب جدا مع دخول فترة الربيع ورياح الخمسين. وضح لنا وقول لنا ايه الطرق اللي نقدر نقي نفسنا بيها في هذه الفترة. هو دخلة الربيع دايما مرتبطة بالمرضى اللي هم عندهم حساسية صدر او جيوب انفية او حساسية رمد زي ما حضرتك ذكرتي. المشكلة كلها في التغيرات المناخية اللي ممكن تحصل في الفترة دي، خارجين من فصل الشتاء مع دخول الربيع، حبوب اللقاح، الأتربة، تغير الرطوبة، درجات الحرارة، فده كله بيعمل زي ديستربنس كده او ازعاج في الجهاز المناعي والشعب الهوائية عامة. مرضى الحساسية مشكلتهم انه دايما جهاز المناعة معاهم متهيج ناحية اي تغيير في المناخ او اي تغيير في الجو عامة. دخلت فصل الربيع مشهورة بحبوب اللقاح، انتشار حبوب اللقاح، الأتربة، تغيرات فبيحصل تهيج للشعب الهوائية، وبالتالي بيبدأوا يدخلوا في أزمات ربوية متعددة، سواء أزمات صدرية أو جيوب أنفية. المشكلة كمان لو الشخص بقى عنده بعض العادات السلبية زي مثلا التدخين، طبعاً. أو يعني بيربي قطط، عنده قطط، عنده مثلا برضو بعض الأكلات أو بعض المعطرات. في ستات بيوت تحب قوي يبقى عندها معطرات وشمع معطر وغيره، كل ده بيأثر على الرئة. ده صحيح. الفكرة كلها في إنه مريض الحساسية بيبقى متحسس ممكن لناحية يعني كذا عامل، ممكن للأتربة، للروائح النفاذة سواء روائح أكل أو معطرات، ممكن ناحية الأتربة، ممكن الحيوانات حتى الأليفة اللي بيربوا حيوانات، العصافير. طبعا. وفي منهم كمان اللي بيشتغلوا في أماكن زي التنجيد أو الأقمشة في المصانع، الزجاج، الرخام، فده طبعا. طب نعمل لهم ايه ونقول لهم ايه؟ يعني الوقاية بقى، يعني الوقاية ازاي؟ عايزين نعرف ازاي طرق الوقاية. اولا الوقايه ده اهم حاجه في انه احنا نتجنب ان احنا ندخل في حساسيه. اول حاجه مريض الحساسيه بنقول له دايما وانس ان انت بدات تحس باي اعراض تنفسيه في الجهاز التنفسي العلوي زي رشح، زي احتكاك في الحلق او احتقان، تتوجه على طول للدكتور. ليه؟ لانه احنا في البدايه بيبقى ان احنا نسيطر على نوبه الحساسيه دي اهون بكتير من ان احنا نستنى لما تنزل بقى خالص للشعب الهوائيه ويبقى فيه بلغم وسخونيه وممكن التهاب بكتيري ثانوي. فاحنا اول حاجه وانس ان مريض الحساسيه بدا يحس بس باعراض شويه برد او زكام يتوجه للطبيب. حاجه نتجنب بقى، نتجنب الاتربه، نتجنب التغيرات المناخيه، دايما بنقول لهم يتابعوا درجات الحراره، درجات الرطوبه، الجو حصل فيه انقلاب مفاجئ لا بلاش تخرج من البيت خالص. كمان لازم المنزل يبقى نظيف باستمرار، يعني نتجنب انه يبقى فيه تراكم للاتربه جوه المنزل. بس برضه يا دكتور اسمحي لي، احيانا المبالغه في التنظيف، يعني التنظيف مهم، بس المبالغه في استخدام بعض لا مش بس المعطرات، حتى بعض المنظفات اللي بيبقى فيها مواد كيميائيه خطيره تؤثر على الاطفال او اللي بقى يعني صدرهم ضعيف، الرئه ضعيفه وهكذا. ده فعلا المفروض فعلا نتجنبهم وما نستناش لحد ما البيت يردم تراب خالص، يعني صحيح. يبقى التنظيف اول باول. وكمان يستحسن الطفل في الوقت ده او الشخص اللي عنده حساسيه ما يبقاش موجود في الوقت ده في البيت. كمان الفرش بتاع السراير، فرش البيت لازم يتنظف باستمرار، سوائل الدافيه وشرب الميه ده مهم جدا. حيوانات، انا دايما بقول للعيانين تصرفوا الحيوانات اللي عندكم، يعني عندك كلب قطه لا مش مسموح، الحيوانات هيزعلوا منك، مش مسموح اصلا. مش مسموح.
مش مسموح عموما للاطفال. يعني انا اعرف دايما الناس لما يعني بيجي طفل جديد او حاجه بيبتدوا ان هم يمشوا فعلا الباتس اللي عندهم او الحيوانات اللي موجوده. ده احسن طبعا. ده لرئه الطفل علشان حديث الولاده ولا ده بتفضليه عموما؟ لا عموما طبعا، لان حتى لو حد صدره سليم والرئه تتحمل. احنا الاشخاص الطبيعيين اصلا في دخله الربيع بيشتكوا دايما ممكن بجيوب انفيه او مثلا مخاط دايما موجود ما بعد الانف. يعني احنا كاشخاص طبيعيين ما بنتحملش الجو العادي، ما بالك بقى بعيان اصلا عنده حساسيه، فدايما هيبقى متحسس ناحيه اللي هو الفرو والشعر البسيط اللي بيتطاير منه. برضه في العصافير نفس النظام، فاحنا كدكاتره صدمة ما بنحبش اصلا تربيه الحيوانات، بتخافوا منها. جدا. طيب الاكلات بقى، يعني دايما في كل لقاء مع دكاتره بيفضلوا بعض الاكلات، سواء بقى للكبد سواء للعيون سواء لكذا، ايه الاكلات اللي بتحسن من الجهاز التنفسي؟ هل في ممكن عادات معينه او اكلات او مثلا تمرينات تنفس؟ يعني بصي احنا دايما كجهاز تنفسي بيفرق معانا ان المخاط يطلع اسهل او ما يبقاش سك او سميك، فده بيفرق مع شرب الميه والسوائل الدافيه. انما في بعض الاكلات جرى العرف ان هو المريض بياكلها فبيتحسس منها، وفعلا بنلاحظها في اغلب الناس. البيض، اللبن، المأكولات البحريه، في الفراوله، المانجا، في بعض منتجات الالبان، بس ده ما بيبقاش سائر على كل المرضى. يعني انا ممكن كمريض اتحسس من لو اكلت البيض، عيان تاني لا انا ما اتحسسش من ده، وممكن يكون التحسس عندي ناحيه اي حاجه معينه. فدايما بننصح انه الاكل اللي انت هتلاحظ ان انت اكلته وحصل لك بعدها كاريزما كحه او فضه كحه مستمره معاك، يستحسن ان انت تفضله. تاني حاجه انه في وقت نوبه البرد او نوبه الحساسيه ما حبكتش بقى ان احنا ناكل بيض وماكولات بحريه ونشرب لبن، لانه في بعض الامهات بتبقى فاكره انه ده هيقوي المناعه، فيستحسن ان احنا نتجنب ده. ايه اكتر اكله بتقوي جهاز المناعه؟ فيتامين سي طبعا، عشان ده مهم جدا ومليء بالمضادات الاكسده. وفيتامين سي موجود في اكلات كتير. طبعا الفلفل، الليمون، الجوافه. اي فلفل الاخضر؟ الفلفل كله طبعا. الفلفل عامه من الحاجات اللي مليانه طبعا بالمضادات. طبعا السلطه الجميل المصري. بس فدايما يتجنبوا بس الاكل اللي معروف عني ان انا لو اكلت انا هدخل بعدها في نوبه الحساسيه. طيب بالنسبه للتمرينات التنفس، يعني بنشوف ناس كتير يعني كانت مدخنة وأقلعت عن التدخين وساعدتها تمرينات التنفس، وتمرينات التنفس بتحسن من الحالة المزاجية وغيره. كلمينا عن الموضوع ده، وهل ممكن فعلا أنه يفرق في الجهاز التنفسي؟ طبعا، يعني بتساعد على تنظيم النفس، تنظيم دخول وخروج الهواء، التمرين، توصيل الأكسجين للمخ. ما هو ما طبعا، انما الفكره انه ممارسه الرياضه عامه من الحاجات المهمه جدا للحاله المزاجيه، لصحه الجسم عامه مش بس الجهاز التنفسي يعني. لكن بيبقى في بعض الاحتياطات لمرضى الحساسيه قبل ما يدخلوا مثلا التمرين او اثناء القيام بتمرين معين. تمام. كلميني بقى عن التدخين، لانه دي فرصه انا دايما بحب ان انا استغل شهر رمضان الكريم واقول لهم انتوا قعدتوا ساعات طويله جدا بدون تدخين وقدرتوا، فاللي قدر ان هو يقعد تقريبا اكتر من نص اليوم بدون السيجاره ازاي يقلع عنها ويستغل فرصه شهر رمضان للاقلاع عن التدخين. هو للاسف في بعض المدخنين بيعوضوا، يعني انا صايم طول النهار فاعوض بالليل. هي الفكره كلها في الاراده. يعني احنا حتى في عيادات الاقلاع عن التدخين في حاجات كتيره جدا بتساعد على الاقلاع، بس انت كمريض ما عندكش الاراده انك انت تبطل التدخين مش هتبطل. لكن طبعا على مستوى التدخين مش بس ان هو بيسبب الحساسيه، لكن ليه حاجات كتيره جدا من ضمنها ان هو ممكن يكون من الحاجات اللي بتساعد انه المريض يصاب بالسرطان. فاحنا في الاقلاع عن التدخين اهم حاجه اراده المريض. في بعض الحاجات اللي بتساعده، في حاجات بتساعده ان هو ياخد نفسه بشكل احسن، توسيع الشعب الهوائيه، في بعض المنتجات اللي تعوض شويه عن النيكوتين. لكن انت وانس ان انت مش عندك الاراده، لا مش هتبطل. طب كلمينا عن الأضرار التدخين. لما بيكون في شخص مدخن مهما تقنعيه ما بيبقاش مقتنع بأنه السيجارة اللي بيشربها دي ممكن تقضي على حياته، يقولك ما جاتش من واحدة، أنا متعود على كده بشرب بقالي سنين. تقولي له إيه؟
مشكله التدخين عامه مش بس على الشخص اللي بيدخن، كمان على المحاطين بيه. يعني حتى لو احنا عندنا طفل في البيت عنده حساسيه او عنده اي مشكله في الصدر، دايما بننصح الاب مش بس ان انت هتدخن في البلكون، لا انت هتخرج بره البيت خالص وتغير هدومك كمان قبل ما تدخل، لان يعني مشكله التدخين ممكن يتعلق بالملابس بتاعتنا، فيبقى مؤذي على اللي حوالينا. على مستوى بقى الشخص نفسه، انت من اول امراض الحساسيه والجيوب الانفيه لحد السرطان انت معرض لده تمام. مشكله مش بس في سجاره او في اتنين او في ان انت مدخن شره، احنا ممكن بس يكون بندخن اقل حاجه خالص مصاب بده. فهو الافضل الافضل تماما انه يبتعد خالص عن التدخين. تمام، رساله بقى كمان من حضرتك لبعض الاجيال اللي استغنت عن السيجاره وتصورت، انا مش هقول اسماء، بس تصورت ان السيجاره الالكترونيه هي البديله وهي اللي تقدر تحمي اكتر وان ما فيهاش ضرر كبير، برغم الابحاث اللي بتطلع طول الوقت. وبعدين برضو الواحد دايما يكون خايف من حاجات جديده ما بقالهاش فتره كبيره في الاسواق، ما تجربتش على ناس كتيرة، ولكن بتلاقي كل يعني الناس متجهة إليها خصوصا الأجيال الصغيرة في السن، ودي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. هما في الأول في الآخر بتبقى زي برستيج أو موضة، يعني حاجة بس كتقليد ما بين الأجيال كلها. لكن هي الفكرة في السجائر الإلكترونية في تكوينها نفسها، في الزيت اللي بيتحط فيها، في المكونات بتاعتها، تقيلة جدا على الصدر. مشكلة التدخين بشكل عام، احنا ربنا خلق لنا أهداب معينة جوه الجهاز التنفسي بتساعدنا على خروج أي جزء غريب دخل جوه صدرنا، من أتربة بقى، من أي بارتكلز موجودة في الهواء أو أي جزيئات موجودة في الهواء ممكن تسبب لنا قفلة أو التهابات، ربنا عامل الأهداب دي تخرج. فإحنا بنعمل إيه بقى بده كله؟ إحنا بنمنع الأهداب دي إن هي تشتغل. عشان كده دايما مريض الحساسية أو مريض المدخن بيبقى مقتنع تماما، أنا بوقف تدخين، لا أنا تعبت وبدأ يجي لي كحة. هي الفكرة مش في كده، الفكرة إن أنت كنت مانع حاجة معينة تشتغل، حاجة معينة بتمنع دخول أي أتربة أو أي حاجة ضارة لجسدك، فلما أنت بطلت تدخين الحاجة دي بدأت تشتغل، فبدأت تطلع كل اللي في صدرك. غير أنه أصلا التدخين بشكل عام والفيب بيخلي البلغم عند اللي بيستخدموها سميك شوية، فأنه هو يطلع بيبقى طلعه صعب جدا، عشان كده دايما بيبقى عندهم نزلات مشاكل برد. صحيح، نزلات برد ونزلات شعبية، حساسية صدر، سدة رئوية، ده كله. صحيح. أنا بشكر حضرتك دكتورة أسماء حسن، مدير قسم الطوارئ بمستشفى الصدر بالعباسية. أشكرك. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقتنا النهاردة، بتمنى أنها تكون حازت على إعجاب حضراتكم، تكون كانت مفيدة. يا رب ألقاكم على ألف خير وتكونوا دايما في أتم الصحة، ودائما وأبدا تحيا مصر. شكرا وإلى اللقاء.